عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع عم يحكي عن نفسه. اسمعوا صوت الرصاص، قصف طيران رغم الثلوج، الطيران بشكل عشوائي عم يقصفنا، القناصات 24، التلج مثل ما انكم شايفين، وسائل التدفئة معدومة بشكل نهائي حتى للمشافي. عم يعملوا العملية للمريض بدون بنج، بدون أي شيء، لا أدوية. الأدوية نفاذ نهائي، مو أوشكت على النفاذ بل انتهت نهائي. ما المحروقات ما في. بقسم عليكم بالله العظيم للائتلاف اللي على أساس هو خايف على سوريا وأهل سوريا. نحن شي عم يموت جوع، اللي عم ينفد من الطيران ومن القنص عم يموت من الجوع، محاصرين بشكل نهائي. لو 10 جرامات رز ما عم يفوت على المنطقة، وتلج مثل ما نكون شايفين. نفترش الأرض ونلتحف السماء. لا أكل لا شرب لا محروقات لا أدوية. ودخلنا في السنة الرابعة رح تخلص، ما بعرف إمتى الدول العربية بدها تتحرك. سوريا عم تدفع ثمن راية الإسلام لحالها. وين الدول العربية؟ من جميع أنحاء العالم بيجوا بينصروا الدين الشيعي. وين الدول العربية تنصر الدين الإسلامي؟ لك إيمكن عن هيك؟ لك الأطفال؟ لك ما في بقلبكم الرحمة؟ عندما تدخلون الأسرة وتشعرون بالدفء، ألا تتذكروا أطفال سوريا في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في المخيمات بالزعتري؟ حتى في داخل سوريا في مخيمات، ما عم يقدروا يناموا ببيوتهم من القنص والقصف، والدنيا برد عنا. وبتمنى من جميع الدول العربية والائتلاف يدعم سوريا. لك هي سوريا، شام تموت وبال العرب مرتاح، ودك المدافع لا يخفى على أذن، واطراب أرضي على الشهداء نواح. أقسمت عليكم، أقسمت عليكم توقفوا جنب سوريا، جنب أطفال سوريا على الأقل. والله أنا ما عندي صوبيا، والله ما عندي حطب، والله ما عندي وسائل التدفئة معدومة، وأنا بشهر 7 بشهر 8 بطبق 80 سنة. حرام عليكم، ومثلي متايل من الشيوخ ومن الأطفال. اتقوا الله بأنفسكم لعل الله يرحمكم، والله ستسأل عن ذلك يوم القيامة. وهل هناك من أعذاب؟ بل حساب وعذاب، بل حساب وعذاب.